العلاج بالكهرباء صح؟ هو والله سبحان الله ليه بقى السبب؟ طب نكمل بس عشان احنا بنسجل. طيب هنبدأ هناخد بقى مع بعض دلوقتي يا باشمهندس عاطف أمر خطير جدا وهو أمر الإيه؟ المالتي لاين. خد بالك احنا خدنا قبل كده أمر اسمه البولي لاين مش ده؟ البولي لاين ده انت خلاص عارفه ده مجموعة لاينز أو أركات يس. مع لاين وكلها عبارة عن كتلة واحدة. المالتي لاين ده عدة خطوط بيترسموا مع بعض في وقت واحد. إزاي؟ نمسح الكلام ده ونقول له مالتي لاين ام ال او نخش في برو مالتي لاين تمام اهو مالتي لاين اهو شايفه يا باشمهندس بص كده مالتي لاين بيقول لك سبيسيفاي ستارت بوينت اهو بص 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 حلو ده بص 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 شايف شايف جمال والله تمام طب 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 ماشي ايه بقى بص برضو طبعا لما هاجي اختاره طبعا كله كتله واحده زي البولي لاين بس ميكوز يعني طب المالتي لاين ده هو امر جميل يعني بس فيه عده محاذير ايه هي دلوقتي اما انا اقول له مثلا ام ال ام ال مالتي لاين هقول له كده مشي لي كده كام 200 ماشي وانزل لي كده كام 300 ومشي لي كده كام 150 وهقول له انت خلاص كده شوف الزد احنا قلنا اول حاجه كانت كام 200 يا ترى يا هل ترى ال 200 من هنا لهنا ولا من هنا لهنا هذا اول مشكله ال 200 اللي اسهى دي اسهى من فوق ولا من تحت وال 300 دي من هنا لهنا من فوق ولا من هنا لهنا طبعا هي دي قد دي ففي الطول هنا مش هتفرق احنا حظنا ان هنا مش هتفرق لكن 150 اللي اسهى هل من هنا لهنا ولا من هنا لهنا هذه مشكله طيب المسافه ما بين الخطين دول كام برضه دي مشكله ادي ثاني مشكله طب ثالث مشكله لما انا اجي اعمل ترم مثلا عندنا هنا ترم مثلا عايز اقطع ترم عايز اقطع عايز اقطع الايه الحته دي الحته دي بس هقول له تي ار انتر انتر او من هنا اهي بص تمام ايوه تمام التكه تمام قوي بص اما اجي اقطع انا عايز اقطع الفرده دي بس بص 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 ايه اللي حصل بص كله على بعض خد بالك بقى نرشد قطع ايه قطع كله طب انا افرض انا عايز اقطع فرده واحده بس مشكله برضه تاني ادي تالت مشكله يبقى انت كده عندك كام مشكله تلات مشاكل طب نتغلب عليهم ازاي هل ينفع نتغلب عليهم طبعا ينفع تتغلب عليهم ازاي بص يا باشمهندس ام ال تاني درو درو مالتي لاين بص هتلاقي حاجه عندك اسمها ايه جاستيفيكيشن وسكيل وستايل سوري ايه جاستيفيكيشن دي تبرير لا دي يعني معناها الضبط يعني هتضبط الاعدادات بتاعت السيتنج طب نخش جوه هتلاقي في حاجه عندك اسمها توب وزيرو وبوتوم هو اي مظبوط دلوقتي على ايه على توب ايه يعني كده بيقيس من فوق بيقيس من فوق اذا ال 200 اللي انت دخلتها في الاول هي الحته دي مفهوم يا باشا تمام وال 150 ديت بقى ولا دي لا اللي فوقها برضه اللي فوق تمام طب تعالى كده تعالى عشان نتاكد بس عندك خد بالك اهي توب وزيرو وبوتوم طب ايه الزيرو الزيرو ده اللي هو السنتر اللي بين الاثنين ده الزيرو والتوب اللي فوق والبوتوم اللي تحت مفهوم. طيب اطلع كده من الكلام ده تعال فكر ساعة. الشكل ده او سيبه زي ما هو ما تفكروش خليك دايمنشن تعال من هنا لهنا لا هتطلع صح دي كام؟ 150 لا انا اول ما دخلتها 200 طيب هقول له لا معلش تاني كده بس من هنا لهنا دي كام؟ 150 ماشي يا باشمهندس طب شوف بقى لو كنت مظبوط هو على البوتوم بص دي كام؟ هتزيد دي حاجة تانية خالص
ماشي. خد بالك احنا كده قدرنا نعرف تقريبا كام الفرق اللي هو 20، هيبقى 20 يعني الفرق ده كده غالبا صح اهو مظبوط. السكيل او سمك الحيطه ده او المالتي لاين ده مظبوط على كام؟ على 20. طب تيجي نخش جوه، تعال درو مالتي لاين. بص انت لو دخلت في سكيل هتلاقيها مظبوط على كام؟ على 20. عرفت الخيارات بتاعته؟ تمام. انا برجع بسكيل. طيب جاستيفيكيشن سكيل ستايل، هو خد بالك برضه اهو اللي كاتب لك السيتنجز بتاعته اهيت في الخط في اللون الجراي دوت اللي هو فوق الكوماند لاين، بيقول لك الكرنت سيتنجز. جاستيفيكيشن مظبوط على ايه؟ على طول من قبل ما تخش جوه السكيل ب 20 الستايل ستاندرد. طيب هل ممكن ازود عدد الخطوط ده؟ يعني بدل ما هم خطين اقدر ادخل اكتر من كده؟ ايوه ممكن تقدر تخليهم 3 و4 و5 عندك لحد 16 خط. تمام. وممكن كمان يكونوا زودوها في النسخه الجديده بقت اكتر من كده، يعني ممكن ترسم 8 بايب لاين ماشيين مع بعض في وقت واحد. واخد بالك؟ زي يمشي بتاع الاوتوكاد بتاع البرنس دي مثلا. اه في البرنس دي اللي احنا بنيجي نفتحه بتاع 2012 القديم ده بتلاقي فيه كام بايب لاين ماشي، دول ممكن معمولين اصلا بامر واحد. واخد بالك؟ بس احنا بنتكلم هنا في ال 2 دي. طيب عايزين نخش جوه المالتي لاين ستايل. في حاجه عندك اسمها ام ال ستايل. خد بالك احنا لسه ما اتكلمناش في الجاستيفيكيشن، اختار التوب والزيرو. انا بس عايز اوريك حاجه ام ال ستايل اللي هو المالتي لاين ستايل اهو. بص كده هو مظبوط على ايه؟ على الستاندرد. ماشي يا باشمهندس. اتفضل. مظبوط هو على ايه؟ على الستاندرد. انا هقول له لا انا عايز نيو ستايل وهسميه ايه؟ عاطف طبعا، كل حاجه هنا اسمها عاطف. يا اهو تمام. كونتينيو. حلو قوي، فتح لك نافذه جديده، قال لك بقى اديني بقى الخواص والسبيسيفيكيشنز بتاعت ال. بص بقى الديفولت بيبقى فيه خطين، خط 0.5 فوق الزيرو وخط سالب 0.5 تحت الايه؟ الزيرو. يعني في المفروض هنا ايه؟ خط زيرو. انا اول ما هقول له اد، بص اضاف الواحد على الايه؟ على الزيرو. ماشي يا باشمهندس؟ يبقى كده هيبقى عندك ثلاث خطوط. ماشي؟ اه ممكن تقعد تزود، ممكن ازود كمان بقى عندك خطين، بس احنا خلينا نشتغل على ثلاثه بس عشان نوضح الفكره. ماشي؟ انا كده بقى عندي كام؟ واحد على الزيرو، واحد فوقيه بنص، واحد تحتيه بايه؟ بسالب نص. ماشي. طيب الكالر بتاع اللي في النص ده عايزه ايه؟ في هما الثلاثه مظبوطين على باي لير، لسه الليرز هناخدها بعدين. طب خليهولي احمر بس عشان ايه؟ نميز الخطوط عن بعضها. خلاص ده هيبقى لونه ايه؟ ريد. ماشي يا باشمهندس. اللاين تايب عايزه ايه؟ خليه مثلا سنتر لاين عشان هو في النص يعني مش موجود السنتر لاين هنا، فهقول له ايه؟ لود حمل لي ايه بعض الخطوط اللي مش موجوده هنا. ماشي اختار اي واحد مثلا، اختار لي مثلا ده اللي فوق ده. عايز ده مثلا دوتد. لا خليها شكل السنتر لاين احسن. خليها شكل السنتر اهو. السنتر اهو السنتر اهو باشمهندس. سنتر 2 ده جميل قوي. او سنتر اي واحد اختار سنتر. ماشي ماشي. واختاره تاني واقول له اوكي. كده هو بقى مظبوط على الايه؟ على السنتر. يعني الخط اللي انا قلت له اد ده خدت له لون اوريد وخدت له التايب بتاعه خدت ايه؟ السنتر. ماشي. ممكن نعمل في الكرر في الكرر بس احنا خلينا دلوقتي على هذه الاعدادات. ماشي. واقول له اوكي. ماشي. انا ممكن اقول له سيت كرنت خلي لي العاطف ده الحالي. بس انا هسيبه مظبوط على الستاندرد عشان عايز استدعيه من الايه؟ ايوه من الامر بتاع مالتي لاين. ماشي. انا هقول له اوكي. بص يا باشا انا عايز ارسم دلوقتي مالتي لاين. خش في درو مالتي لاين. هقول له بقى انا لو رسمت دلوقتي هو مظبوط على ايه يا باشا؟ عادي الستاندرد. على الستاندرد. اه هقول له لا ده انا عايز الايه؟ الستايل. ستايل اهو. هدخل جوه هيقول لي الستايل اسمه ايه؟ عاطف. طب انا كنت كاتبه عاطف. طب افرض انا نسيت السبيلنج بتاع عاطف. اول ما قايل لك اول كذا اتك على دي. لو اتكيت على دي هيقول لك خد بالك انا عندي في حاجه اسمها عاطف وعندي في حاجه اسمها ستاندرد. اكتب لي بقى السبيلنج. انا غششتك اهو. اكتبه يلا. هكتب ايه؟ عاطف.
خلاص كابيتال او سمول وهيجيب كده. هو اتظبط على ايه؟ خلاص على العطف. ممكن ترسم حاضر تيك تيك تيك. شايف الجمال رائع. ماشي واقول له انتر. بص قرب بقى كده قرب. بص انت اخترت بالظبط. طيب احنا كنا قلنا يا باشمهندس عاطف لو تفتكر ان انا عايز السكيل بتاعه او الوضعيات بتاعه الخطوط دي. هو في الزيرو اللي هو السنتر لاين الاحمر ده وفي التوب وفي البوتوم. احنا البوتوم قلنا اللي في التوب ده المسافه بينه وبين الزيرو نص واللي التاني اللي تحتيه ده سالب نص. طب انا لو جيت اقيس دلوقتي هلاقي ديت 20 مش نص مش واحد. انت عارف المفروض ده يبقى نص ودي سالب نص يبقى كله كام؟ واحد. صح؟ لكن اللي حصل ان في هنا 10 وفي هنا 10 يعني 20. طب جت منين؟ قال لك عشان السكيل في الستاند معمول ب 20. فال 20 السكيل ده اصلا ده ضرب سكيل فاكتور بينضرب في الايه؟ في الواحد اللي انت مدخله في الاعدادات. يعني الاعدادات كانت نص وزيرو وسالب نص تحت الزيرو فكله كام؟ واحد. الواحد دي مضروبه في الكام؟ في العشرين. قال لك انت حاجه من اثنين، لا اما تخلي السكيل بواحد دايما وتلعب في الاعدادات اللي هي بتاعت عاطف بتاعت الستايل بتاع عاطف كل شويه بقى تقعد تغير انت بقى واخد بالك وهيتغير طبعا بيتغير كله معاه. هتقوم داخل مخلي سمك الحيطه فوق 10 وتحت ايه؟ سالب 10 يبقى المجموع كام؟ 20. او تخليها الديفولت بتاعها نص وسالب نص وتلعب في الايه؟ في السكيل. فطبعا الاحسن ان احنا نلعب في الايه؟ في السكيل. طب انا دلوقتي اللي قمت قايل له مالتي لاين انا لسه رسم هضغط انتر على طول. عشان احنا غيرنا الدايمنشن. ارجع كده بالاسهم ام ال لاين اهي. ماشي. بص بقى يا عم السكيل مظبوط حاليا على كام؟ 20. طب انا لو قلت له خليني بواحد يبقى واحد في واحد بكام؟ واحد. بص بقى كده اما جرسم بص 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 يا سلام يا سلام. بص بقى يا باشمهندس شايف؟ طب في حاجه ظهرت لنا مشكله. انا كده متاكد ان السمك ده كله كام؟ واحد. ليه؟ الواحد بتاعت السكيل في الواحد اللي انا ظبطها اصلا في الستايل يبقى واحد في واحد بواحد. بس لما عملت كده الخطوط السنتر مش ظاهره معايا. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه يا باشمهندس عاطف؟ قلتها لك انا مره قبل كده وعايزك بقى ايه الحته دي تحفظها. البوينتس. لا في امر اسمه ال تي اس لاين تايب سكيل. لاين تايب سكيل. ماشي. افتكرها دايما ان الخط ده اللاين تايب بتاعه مش ظاهر. فاخد ال تي اس اللي هو اللاين تايب سكيل عشان العب في المسافات ما بين الخطوط دي اهو. ال تي اس بص كده هي مظبوطة على كام؟ على واحد. خليها انا كام؟ ربع مثلا. ربع. ماشي كده ايه؟ ابتدت تظهر معايا اهي. طب ممكن اغيرها اكتر من كده عادي بقى. خليها واحد من 10 اهو. بص ال تي اس اهي. ماشي خليها 1/10 عادي بقى يا باشمهندس. عيش بقى يا باشمهندس. عيش يا باشا. شايف الجمال؟ حلاوة. طبعا هنا بيتغير طبعا كله بيتغير معاك. اي سنتر موجود على اللوحة بتاعت الرسم بتغير طبعا الا لو حددت بقى واشتغلت. ماشي ماشي يا باشمهندس. يبقى انت كده عرفت السكيل وعرفت الستايل ازاي بتضيف لاينز جديده للمالتي لاين. ممكن تخليهم بقول لك 16 خط. تخلي واحد فوق بواحد واحد فوق بنص واحد فوق باثنين وهكذا وتخلي تحت الزيرو بسالب نص وسالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثه وتعمل 16 خط في وقت واحد. ماشي؟ جميل. طيب ايه الجستيفيكيشن ده بقى؟ ام ال تاني اهو. الجستيفيكيشن حاليا مظبوط على ايه؟ على التوب. فاحنا لما جينا نقيس لقينا بيقيس منين؟ من الخط اللي في التوب. ماشي؟ طب انا هظبطه على ايه؟ طبعا احنا كلنا لما بنيجي نرسم بنظبطه على ايه؟ السنتر. على الزيرو طبعا. الزيرو. ماشي؟ اهو الزيرو اهو. انا كده اخترته خلاص بقت الجاستيفيكيشن بتاعه على ايه؟ على الزيرو. انا دلوقتي لو رسمت مثلا كده مثلا 20 ماشي وانزل كده كام؟ 10 ماشي وامشي كده كام؟ 30 كده اسمي لين بقى يا باشا؟
تعال وشوف دايمنشن. لو انت جيت تقيس الزيرو اللي هو الخط اللي في السنتر، تعال قيس كده هتلاقي دي كام بالظبط؟ بسيط 20. ودي كام؟ 10. ودي كام؟ 30. ماشي يا باشمهندس، عرفت الجاستيفيكيشن، عرفت السكيل، عرفت ازاي تعمل ستايل باسم خاص بيك انت او الامر ده شكله صعب شويه بس تمام يعني. لا مش صعب ولا حاجه، هو بس انت حاسس ان في اعدادات كتير وضبط وكده فانت لا ده سهل جدا. الخطوره بقى بتاعت المالتي لاين، المالتي لاين مش في اللي انا حكيته لك ده كله، الخطوره بتاعته في اللي هقوله لك ده. مش عارف بقى الوقت هنلحق ان شاء الله ولا ننزل نصلي ونكمل بعدين، بس اما العصر يا زميلي ان شاء الله. ماشي. لو انت عندك بيت بلان بتاع بيت وعايز ترسم ماشي، عايز ترسم الاوض يعني الغرف بتاعتك والجدران والكلام ده عادي اهو. قال لك ممكن تعمل لاين كده، تمام، عامل كده ماشي، ونخلي مثلا سمك الحيطه كام يا باشمهندس؟ عايز سمك الحيطه بتاعت بيتك الجديد يبقى كام؟ الطوبه يعني السمك يبقى كام؟ خليها مثلا ايه سي او، يبقى كده مثلا كام؟ 20 مثلا. 20 حلو قوي ماشي. دول كده ايه خطين اهو ماشي يا باشمهندس. حلو. قال لك بقى انا عايز اعمل الخطوط كلها الجدران كلها، فهعمل مثلا روتيت، روتيت من ده في اوبجكتس تاني، هقول له لا، هقول له بعد اذنك لففها لي من هنا، انا عايز اجيب النص. اجيبها ازاي؟ اجيبها رايت شيفت مع رايت كليك، شيفت مع رايت كليك، ميد بتوين النقطه دي والنقطه دي، شوف كده بقت النصايه معايا. هقول له بقى ما تلففهوليش، هو لفف لي ايه؟ كوبي منه. ماشي. انا عايز ان شايف هو موجود كوبي ومشتغلوا على فوق. عملناها كوبي منه، انا عايزها على 90 درجه على طول عمود يعني. ايوه ماشي يا باشمهندس. خد لي دول كده معلش ام موف يعني مشيهم بس، نحطهم كده، شيل الاورثو ده كده ماشي، واخد دي كده مثلا كوبي او تمام كده حلو الجو ده على استقامه مثلا كده عشان ما نخبطش نفسنا اهو اهو مثلا اهو ماشي واخد ده مثلا كده. انا بفترض اي شكل البلان بتاع البيت يعني كده كده ماشي وكده مثلا. حلو قوي ماشي يا باشمهندس. انا مثلا ايه كان عندي مثلا الغرف بتاعتي، عندي مثلا هقول تي ار انتر انتر، هقطع عن الحاجات دي ماشي. حلو الشغل ده قوي، بحب اعمل ده حلو قوي. خد بالك انا لما كنت مزوم كده وبقطع ما بيقطعش، بص بقى ارجع كده يقطع ليه؟ لان الحافه اللي انت اللي هي الكاتنج ايدج ما كانتش ظاهره، فلازم تظهرها في الشاشه عشان يعرف يقطع ماشي. كويس احنا نوقف بس اللحظات وعشان النهارده دي الاذان ونكمل بعدين ماشي. ايه ده ده احنا لازم بيه نكمل يا جماعه. كنا بنقول ان احنا عاملين اللاينز ديت وبنحاول ايه نعمل غرف ونعمل المبنى بتاعنا البلان بتاعه، فدوت بتقطع كده وتيجي هنا دي كده، واخد بالك، وتفتح بقى الحاجات دي كده ماشي ماشي يا باشمهندس، وتقص بقى الكلام دوت ودي كده وتفتح ديت ماشي، حاجة يعني ايه تقعد بقى تفتح دي ماشي وتفتح دي وتفتح دي وتفتح دي، تقعد بقى تعمل ماشي تعمل دي كده ودي كده تقعد بقى تعمل الكلام ده كله. في حل بقى اظرف من كل ده هو باستخدام المالتي لاين. طب ايه بقى؟ قال لك عادي انت عايز تعمل الكلام ده اعمله، هقول له ام ال انتر. طبعا احنا بس شغالين حاجات كده من غير ابعاد، عايز بس ان احنا نوضح الفكره. ام ال مثلا همشي من هنا مثلا كده تمام الكلام، واعمل اهو ماشي. خد بالك يا باشمهندس عاطف. ايوه واخد بالي، ده اخر حاجه احنا كنا عليها. لا ده كمان انا عايز اقول لك حاجه، ان
المالتي لاين ما بيتعملوش اوفست، ما بيتعملوش ايه اوفست، يعني انت لو حبيت تكرر منه اعمل له كوبي اه، انما ما يتعملوش ايه اوفست. ماشي يا باشا لحظه كده، انا لو قلت في لاين هنا كده بس عشان الزوم بتاعنا اقول له الاول تحضر. ماشي، عايز انا بقى ايه اعمل الحوائط بتاعتي، هقول له سي او تمام اهو. ماشي كده 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 ماشي. مثلا عايز اعمل من ده روتيت تمام، مثلا هقول له البيس بوينت هنا مثلا عشان لما يلف يبقى في تقاطع اه، اقول له نسخه منه على 90 درجه تمام اه. ايوه ده كده حلو قوي. ماشي الكلام، وانا اخد من دي كده سي او بشويش بس ايه عشان احمد لاين هنا كده، واقول له اكستند بي اكس طريقه ده كده وده كده. ماشي كده بمد دلوقتي طبعا هعرف اقول اكستند برضه زي ترم بس بيمد بقى. ماشي انتر انتر برضه ايوه تخش انتر. ماشي بس كده انا عامل الشبكه بتاعتي بتاعت الجلان بتاعت الاوضه ايا كان شكل البيت اللي عندي، بس عاملها بالايه بالمالتي لاين. في حاجه بقى تفتح الكورنرز دي تلقائي 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 تلقائي، ودي خاصيه جوه المالتي لاين، بدل ما تقعد تقطع وتعمل زي اللي في اللاينز اللي فاتت، لا ده انا ممكن اعملها بالمالتي لاين على طول. ازاي بقى؟ قال لك في امر اسمه ام ال ايديت اه اللي هو المالتي لاين ايديت تمام اهو ام ال ايديت اهو. شوف بقى، شايف النافذه الجميله دي؟ عايز الاشكال دي في الكورنر، اختار بقى. انا والله عايز افتح ايه دلوقتي، دي كورنر جوينت اختار كورنر جوينت، لا ده دي اوبن كروس اه انا اختار كورنر جوينت. تختار ايه معايا؟ قال لك اختار ده فيرست مالتي لاين اهو، فين السكند مالتي لاين اهو. بص ايه اللي حصل، شايف شايف؟ انت عارف لو قعدت تعمل بيبل لاينز هتاخد لك مينيمم دقيقه مثلا او دقيقتين. شوف انا عملتها في ثانيه ثانيه. طيب ديت حاجه ثانيه، لا خلينا في الكورنرز دلوقتي اهو، ادي ده مع ده. بص اما تزوم حاجه جميله جدا يعني. شايف ده امر ام ال ايديت تمام اهو. بص هو اوتوماتيك بيوصلك الحاجات اللي هنا اوتوماتيك، ده مع ده الحاجه عندك. طيب تاني ام ال ايديت تاني في حاجه اسمها ايه اوبن تي اوبن تي تمام اه، ده اللي هي نازله اللي هي في النص شبكات آه. اللي هي نازله زي دي كده الاوبن تي دي، تختار ال 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 زي دي كده مثلا اه. بص تختار العصايه الاول وبعدين الكاب بتاعها تمام اهي اهي، خد الكاب. بص بص ايه اللي بيحصل، شايف العصايه ما ينفعش نعكس؟ لا لو عكست هيعتبر الثانيه هي العصايه، فانت عايز تعمل كده اه وكده. بص قصرك كل ده ماشي او اندو. بص كده بص، انت عايز تخلي ده مثلا ده الاول اه. بص ايه اللي هيحصل، قصرك كل ده لا العصاية الأول وبعد كده الكاب. وصلت العصاية الكاب ماشي، العصاية الكاب الله جميل والله، العصاية الكاب لا الكمال كمان. بص أما تزود شايف متفتحة ومتفرغة والدنيا حلوة، العصاية والكاب. طيب أنا عايز أعمل كروس، ماشي يا باشمهندس عيش بقى يا باشمهندس عيش بقى عيش بقى. ماشي أهو شايف ده، دول شايف عاملين ست، لو قعدت تقطع ممكن تقطع حاجه غلط اصلا. بص اهي تضغط ده مع ده خلاص شايف حلو جدا صح. شايف 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 واخد بالك اهو. طيب احنا كده خدنا ايه في الام ال، خدنا ام ال ايديت، خدنا الام ال نفسه اللي هو المالتي لاين، بنراجع بس بسرعه، والام ال ستايل لما قعدنا زود خطوط جديدة وظبطنا الجاستيفيكيشن والسكيل اللي هو سمك الخط واخد بالك، والستايل قلنا هنستدعي الستايل اللي احنا عاملينه، وخدنا الام ال ايديت.
يبقى في الام ال والام ال ستايل والام ال اديت، دول ثلاث اوامر خاصين بالمالتي لاين ومهمين جدا، وفي يعني ناس كتير ما تعرفش بالحاجات ديت يعني. ماشي يا باشمهندس، يعني هنقف لحد هنا وكده نكون خلصنا المالتي لاين بالكامل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.